شن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة عنيفة على الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، متهمين إياها بتخريب بيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ودفعها إلى الانفصال عن زوجها الفنان حسام حبيب. وفي التفاصيل، كشفت الفنانة بلقيس فتحي كواليس لقاء سري جمعها بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك قبل طلاقها من زوجها حسام حبيب. وخلال لقاء لها مع برنامج إيتي بالعربي، تحدثت بلقيس عن لقائها بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وقالت بلقيس: هي حقها، أنا عندي رقمها الخاص، بتواصل معها وبعثت لها رسالة وشفت الرسالة. حقها بهذه الفترة ما تحكي مع ولا حدا، خليها تركز في نفسها لأن هذه حياتها الخاصة بالنهاية. وأضافت بلقيس فتحي قائلة: لكن أنا فرحانة لها لأن هذه بداية انطلاقتها، بحس فيها وأنا عارفة بتمر بإيه. شيرين طلبت تشوفني لما كنت في مصر والتقيت فيها على المستوى الشخصي، وسكرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا إحنا الاثنين. تصريحات بلقيس فتحي أحدثت بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين محبي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فقد اعتبر البعض أن بلقيس هي من حرضت شيرين على الطلاق، مشيرين إلى أن بلقيس فتحي لا يحق لها أن تقدم نصائح في العلاقات الزوجية، لا سيما بعد فشل زواجها وانفصالها عن رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، كما وأشاروا إلى أنه كان يجدر ببلقيس فتحي أن تنصح شيرين من باب الصداقة بالتمسك بحبها لا بالابتعاد عنه. كما وأشار بعض الناشطين أيضاً إلى أن بلقيس فتحي وخلال تصريحاتها لبرنامج إيتي بالعربي وجهت رسالة مبطنة لطليقها سلطان بن عبد اللطيف، ألمحت فيها إلى أنها كانت سعيدة أثناء انفصالها عنه، وكانت تعتبر هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة لها. وهو ما عرضها أيضاً لحملة انتقادات واسعة من جمهور سلطان بن عبد اللطيف، الذي اعتبر أن كلامها نابع عن غيرتها بسبب نجاحه واستمراره من دونها.